منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك. وزير الدفاع الروسي يعلن أن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وستواصل تطوير الدرع النووي. وفي الاقتصاد، التموين تعلن توفر مخزون آمن لجميع السلع الغذائية لفترات طويلة تتراوح بين 6 أشهر وعام. تفاصيل ثانية، أهلا بحضراتكم. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الصومالية حمزة عبدي بري مراسم توقيع مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والثقافة والتعليم العالي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الصومالية لمدة 3 سنوات على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لدفع عملية التعاون بين الجانبين. حفاوة الاستقبال لضيف مصر الكريم، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي حمزة عبدي بري لبحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين مصر والصومال. رئيس الوزراء المصري أكد أن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال، وأن مصر تدعمها في مواجهة كل التحديات الراهنة خاصة مكافحة الإرهاب، معددا الدكتور مصطفى مدبولي مزايا وأوجه التواصل الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس حسن شيخ محمود، وأن الصومال لديها إمكانات هائلة تجارية واقتصادية خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، إلى جانب الفرص الواعدة لقطاع المقاولات المصري للعمل في الصومال. ونقل رئيس الوزراء الصومالي تحيات رئيس الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي وما تقوم به مصر من دعم للأشقاء في الصومال، مشيرا لمجالات التعاون. فالصومال تمتلك ثروة حيوانية تقدر ب40 مليون رأس ماشية، بالإضافة إلى 8.5 مليون هكتار أرض زراعية. وفي هذا الصدد اعتمدت مصر 4 محاجر بيطرية لتسهيل استيراد الماشية من الصومال، إلى جانب تقديم الدعم الفني والعلمي في عدد من المجالات ومواجهة التغيرات المناخية مع الأشقاء والشركاء الدوليين. وشهد رئيس وزراء مصر والصومال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، بموجبها يتم تبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الإفريقية وتبادل الزيارات الإعلامية ومناقشة القضايا المجتمعية وتسهيل عمل المراسلين والإعلاميين والصحفيين بين البلدين. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة. تدعم تلك المذكرة تبادل الأفلام والبرامج الوثائقية والإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة لعقد دورات تدريبية وزيارات ميدانية للأشقاء في الصومال وقيامها باستقبال القنوات الفضائية المصرية مرئية ومسموعة. وتأتي ثالث تلك المذكرات بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة في دولة الصومال لدعم الشراكة بين البلدين في إقامة المهرجانات الفنية وإقامة معارض للفنون التشكيلية والحرف التقليدية، وكذلك زيارات الفرق الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبية. وفي مجال التعليم العالي، فقد تم التوقيع على البرنامج التنفيذي 2023-2026 لتبادل أعضاء هيئة التدريس لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية والإدارية. ووفقا لهذا البرنامج تقدم مصر 450 منحة سنوية للدارسين الصوماليين. واختتمت أوجه التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والصومالية، تستهدف توسيع التعاون في المجالات الثقافية والدينية وكذا رعاية الموروثات الإسلامية والإنسانية والحضارية بين الشعبين الشقيقين. حمد العرب، التلفزيون المصري.
تعقد منظمة التعاون الإسلامية اليوم اجتماعا استثنائيا في مدينة جدة السعودية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت المنظمة أن الاجتماع يأتي على خلفية التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده مدينة القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى، والتي كان أبرزها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لبحث الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل محاولات للاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وتواصل تطوير الدرع النووية باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة أراضيها. وأضاف شويغو خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتوسيع ترسانة الأسلحة الهجومية الحديثة خلال عام 2023، موضحا أن هناك ضرورة لمزيد من تطوير وتحسين المعدات والتجهيزات العسكرية لتكون في أعلى مستوى خلال العام الجاري. ميدانيا، أكدت سلطات دونيستك مقتل 170 عسكريا أوكرانيا ودبابتين خلال 24 ساعة الماضية. وفي المقابل أعلنت الرئاسة الأوكرانية مقتل وإصابة 34 مدنيا في دونيستك جراء القصف الروسي خلال الساعات 24 ساعة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قواته تصمد أمام هجمات جديدة وأكثر شدة على بلدة سولودير قرب مدينة بخموت شرق البلاد. وأوضح زيلينسكي أن البلدة طالها طمارا كبيرا بسبب القصف الروسي المتواصل عليها. وفي حصيلة جديدة أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 112,470 جنديا منذ بدء العملية العسكرية، من بينهم 710 جنود قد قتلوا أمس. وخلال اتصال هاتفي بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني بن والاس جهود دعم أوكرانيا بما في ذلك إمدادها بالمساعدات الأمنية. من جانبه أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يزال مقتنعا بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء، وذلك مع تصاعد الضغوط على برلين لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى كييف. وخلال تجمع لحزبه الديمقراطي الاشتراكي أكد شولتس أن ألمانيا لن تتحرك بمفردها بشأن تزويد كييف بالأسلحة، وكانت ألمانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزود كييف بعربات القتال ماردير للمساعدة في صد القوات الروسية. هذا وقد اتهمت واشنطن إيران بأنها قد تكون مساهمة في جرائم حرب بأوكرانيا من خلال تزويد موسكو بطائرات مسيرة. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيلفن إن الأسلحة الإيرانية تستخدم لقتل المدنيين في أوكرانيا ولمحاولة إغراق المدن في البرد والظلام، معتبرا أن إيران في نظر الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون من يساهمون في جرائم حرب واسعة النطاق. كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على شركات وأشخاص تتهمهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية في أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلنت بولندا ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي إلى 9,044,000 لاجئ. وأضافت الوكالة أن 29,600 لاجئ وصلوا إلى بولندا أمس، بينما غادر 20,400 شخص آخرين البلاد عائدين إلى أوكرانيا. وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الوصول، بل حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. و
وفي بروكسل وقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ينس ستلتنبرغ ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة التهديدات المتزايدة. ووفقا للإعلان فإن الجانبين سيعملان على دعم السلام الدولي ويتعهدان بتعبئة قوتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية على نحو أفضل لتحقيق هذا الهدف. وعقب التوقيع قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا ردا على دعمها لموسكو، وسيواصل ضغوطه على روسيا لإنهاء حربها المستمر على أوكرانيا منذ 11 شهرا. من جانبه شدد الأمين العام للناتو على ضرورة استمرار الدعم لكييف لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فشل في محاولته لتقسيم التحالف الغربي المؤيد لأوكرانيا على حد قوله. يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي ورئيس وزراء كندا اليوم قمة زعماء أمريكا الشمالية في العاصمة مكسيكو سيتي لبحث عدد من القضايا على رأسها قضايا الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي والتعاون في مجال الطاقة. وقبيل القمة الثلاثية عقد بايدن ورئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز قمة ثنائية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وطالب الرئيس المكسيكي بضرورة أن تنهي الولايات المتحدة إصدراءها لدول أمريكا اللاتينية على حد تعبيره، والبدء في تحسين العلاقات وتطويرها مع هذه الدول. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي دعم الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ للديمقراطية في البرازيل. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دا سيلفا قبل دعوته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الزعيمين أبديا رغبتهما بالعمل معا بشكل وثيق للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، بما في ذلك التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والسلام والأمن. تأتي المباحثات الهاتفية غدا الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق جارييل بولسونارو على مراكز السلطة الرئيسية في برازيليا. أصدرت السلطات الأمريكية قرارا بإجلاءات فورية لجميع سكان مونسيتو في ولاية كاليفورنيا وأجزاء من سانتا باربرا والبلدات المجاورة، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. وتتعرض الولاية لطقس غير مستقر، أعلن على إثره الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ، حيث تجتاح العواصف الرعدية والثلوج والرياح المدمرة الجزء الشمالي من الولاية وسط تحذيرات من الأرصاد من احتمالية حدوث فيضانات على الطرق وارتفاع لمنسوب الأنهار، فضلا عن مزيد من الانهيارات الطينية. It's coming out of the creek over there. It's overflowing the creek and coming in. That creek from out there is going over the banks. أعلنت الصين إيقاف إصدار تأشيرة دخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين ردا على إجراءات الحجر الصحي التي طبقتها سول مؤخرا على القادمين من الأراضي الصينية. وأوضحت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية أن الإيقاف يشمل جميع التأشيرات سواء كانت لأغراض خاصة بالتجارة أو السياحة أو العلاج الطبي وغيرها من الأمور الشخصية. وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد اشترطت منذ 5 من الشهر الجاري على القادمين من الصين تقديم نتيجة سلبية للفحص خلال 48 ساعة من بداية رحلتهم إلى أراضيها. يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من عدد من اللجان النوعية عن دراسة تحمل عنوان الشباب وسوق العمل غير الرسمي. كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في 10 من أكتوبر عام 2022 اللجنة المشتركة هذه الدراسة، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
واصلت القوات المسلحه جهودها لتخفيف الاعباء المعيشيه على المواطنين ولتوفير السلع الاساسيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية. مليون تحية للي قال لمصر كل الأولوية، واللي وقت الجد شال المسؤولية، واللي نفسه يشوفها. وتم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق. وفي سياق متصل، قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفير مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. احنا رحنا بره في كذا مكان ما لقيناش ايه الاصناف، ولو موجوده بتبقى بسعر غالي. كل حاجه موجوده الحمد لله، فبصراحه يعني كل حاجه موجوده بسعر كويس. لا الصراحه متوفره كويس جدا، واسعارها برضو حلو احسن من بره بكتير. يعني لو نيجي نقارن بالاسعار الموجوده هنا واسعار بره، لا هنا افضل بكتير. اعتقد دي الاسعار كلها يعني معقوله ومتوفره، ممكن توجد لمعظم الشعب المصري يعني، ويكفي ان الحاجه موجوده ما بندورش عليها زي بلاد اخرى مش متوفر بيها الكميات الخاصه بالشعب المصري. كل حاجه هنا الله اكبر، ربنا يخلي لينا يا رب، ربنا ما يحرمنا منه. القوات المسلحه فوق دماغنا. هي احسن من حاجات القوات المسلحه بتاعتنا، جيشنا اللي حامينا ومراعينا بالرئيس بتاعه،
افتكر ما فيش احلى من كده. بقى لي فتره يعني انا داخل في تاني سنه، المنتجات عندهم كويسه واسعارها في متناول الجميع، لحوم بلديه، الحاجات طازه اول باول. نشكر السيد الرئيس بجد، حاجه فوق الوصف والله. الف شكر لوزاره الدفاع على المنافس كلها. تأتي جهود القوات المسلحة المستمرة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم. مليون تحية. وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالبدء في رفع كفاءة المستشفيات القديمة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة الأسبوعي بقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات بمشاركة وكلاء الوزارة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة سير العمل في جميع ملفات الوزارة والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن وزير الصحة شدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلا عن الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بميكانة المنشآت الطبية. أضاف عبد الغفار أن الاجتماع تناول عرض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي لعام 2023. من ناحية أخرى، بحث وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع مع إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجيات وتقنية المعلومات في مصر والشرق الأوسط، بحث نظم الميكنة بالخدمات المقدمة بالوزارة. كما تم استعراض تقريرا مفصلا حول الآليات الخاصة بالعمل بالنظم الإلكترونية في مشروعات العلاج على نفقة الدولة وقائم الانتظار، فضلا عن منظومة الرعايات والحضانات والمنصة الإلكترونية للصحة النفسية إلى جانب بوابة خدمات وزارة الصحة. كما أكد وزير الصحة أهمية الاستفادة القصوى من تطبيق نظم لحلول الخاصة بالبرمجيات المتكاملة في تحديث برامج العمل الإلكترونية بالوزارة، والتي تتيح العمل بأحدث التكنولوجيات المتطورة بما يضمن التيسير في تقديم الخدمات الطبية والإدارية للمواطنين. استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت خلال اجتماع مع عدد من كبرى الشركات من أعضاء اتحاد الصناعة الهندي المعني بمجال خدمات واستثمارات تكنولوجيا المعلومات في العاصمة الهندية نيودلهي، استعرض الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والمزايا التنافسية التي يحظى بها. وأشار طلعت خلال الاجتماع إلى أبرز مشروعات التحول الرقمي في مصر والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات المحلية والدولية، إلى جانب مشروع مد كابلات الألياف الضوئية في القرى في جميع أنحاء الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة. كما استعرض وزير الاتصالات خلال اجتماع مع رئيس الشركات الدولية بشركة تي سي اس الهندية المتخصصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات الحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية وبرامج بناء القدرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة. اقتصاد ثانيتي، أهلا بكم. البداية من مؤشرات البورصة والتي هبطت خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض المؤشر الرئيسي جي اكس 30 بنسبة 2.9% وتراجع المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.54%، وانخفض اي جي اكس 100 بنسبة 1.92%. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع السلع الغذائية متوفرة، حيث يوجد مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر من بعض السلع وإلى 12 شهرا و13 شهرا من السلع الأخرى. وأكدت الوزارة أن هناك ممارسات غير قانونية من بعض التجار، وأنه يتم تشديد الرقابة لمتابعة الأسعار والممارسات الاحتكارية. كما أشارت إلى أنه منذ شهر يناير الجاري انتشرت معارض في جميع أنحاء الجمهورية تتراوح فيها التخفيضات من 20% إلى 30%.
توقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من عبور السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس 8 مليارات و700 مليون دولار العام الجاري 2023. وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة لديها خبرات متراكمة وقدرات عالية في التأمين الملاحي والفني والإنقاذي والتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ، وكشف عن عبور 63 سفينة المجرى الملاحي للقناة اليوم تحمل على متنها 5 ملايين طن بضاعة. أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والأجنبي، وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ حول جهود تحفيز الاستثمار في مصر، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. تخطط الكويت إلى زيادة صادرات الديزل والوقود الطائرات إلى أوروبا لتعويض تراجع التدفقات من روسيا نظرا للعقوبات الأوروبية. وأفادت بلومبرج أنه من المتوقع أن ترفع الكويت إمداداتها من وقود الديزل إلى أوروبا 5 أضعاف عما كانت عليه في عام 2022 لتصل إلى نحو 50,000 برميل يوميا، كما تسعى إلى مضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى ما يقرب من 5 ملايين طن. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغطا محتملا في الوقود ابتداء من 5 فبراير المقبل، عندما يدخل حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا حيز التنفيذ. في اليابان كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة طوكيو قفز بنسبة 4% في ديسمبر الماضي، مسجلا أكبر تحرك له في 40 عاما، ما سيؤدي بدوره إلى زيادات جديدة في الأسعار وزيادة الضغط على البنك المركزي من أجل تشديد سياسته النقدية. وظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد باستثناء المواد الغذائية الطازجة أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكبر قدر له منذ أبريل 1982. كما ارتفع المؤشر في عام 2022 بنسبة 2.2% عن العام السابق، متجاوزا عتبة 2% لأول مرة منذ 2014. نختتم نشرتنا مع آخر أخبار العائلة المالكة في بريطانيا. فبعد أشهر من الترقب تخللها حملة دعائية متواصلة طرحت في أسواق المملكة المتحدة مذكرات الأمير هاري التي تحمل اسم سبير البديل، وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة البريطانية منذ نشر أميرة ويلز الراحلة ديانا مذكراتها عام 1992. يأتي طرح المذكرات ب16 لغة عقب عرض مسلسل هاري أند ميغان الوثائقي الشهر الماضي، والذي تطرق فيه زوجان إلى مشاكلهما مع العائلة المالكة ووسائل الإعلام البريطانية. وتخشى العائلة المالكة من بعض أجزاء خاصة بالكتاب البديل في ظل حرص الصحف البريطانية على انتقاء مقتطفات من المذكرات لتحقيق مكاسب خاصة. ختام الثانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين.
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك. وزير الدفاع الروسي يعلن أن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وستواصل تطوير الدرع النووي. كل هذه الأخبار والمزيد دائما على مسبيرو دوت إيجي. إلى اللقاء.